هنا سيكن دليلي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يودن يا باس كاب بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا امه الصوماليه ملك استاي جوتاب سلام يا سلامت السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد وحن سلام يا كو رير وقويق ملك استاي جوتان وان كو سلام يا سلامت السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايف كاي غرساكه وحو كسابسن يحيى سا تايتل كو اركتان محكبتي او كسو خلسي دنمك شقادودي اول بيغا لهاي اول بو وخي لوغلا جيداي با لوغلا جودو و اسكا يمان دوناني وا لوغو سو خليي ان انا شقا كول اهين او انا اهين بلود لا اسكو هايستو او انا اهين راشن لا اسكو يريلايو او انا اهين لحق عرو دد وخ لو دخلايو او اسكو هايستو دخلكي اي تاهي شرعي دستوره او ان لو اهين اورورو ماركا وخي لوغنهي إلي لمن كيس كسو عليين أو كسو عليين يقول ولي بور قد وصل لي فاقي شقدو ذي نقب صلاة شقدو ذي إناي قب صلاة محاسب ماشي يا له أول هرب أول له وقال وحدون يا إنو مركا إن خير كيميشن كالا دريس قب صلاة سدو صيف فردية ماش سدو ماش أو صيف فردية بروحي نو دريسر إنا مجرم كاهين إنا كان تايم هاين ولش وحنبا محكبة ضالة ولا ما كعين كاس مركا وحنو شيء يا دات كان لما يو وحنو هين بلسيمي إدين شيء أو إدين شيء أو إدين شيء ملا وحسو السندي قاسيون إنه قرته بلسيمي بين وحن وحيل السلي من هو أم بدين إن بل ولا بس لا دول بانتي يا شو أي كاس ما يستطع ما ملو هيري دسك قادو أو مركا عم وحلاس كل صون قدر اللي ودلي يهي عملك العرابه موياني سيدنا لو صعدا وي كسي فول حمانيسا وانا كسي حمانيسا وانا وغان دونتا ميل كسي قرتا وحن وايو وحني وحتغي يماها وح شرعي قرن يماها وح دولد نما قرن يماها وان نمان دقال اوغيالة هو صدح داني وانا كاهن ايا انا بيحي ايا سليبان يهود وي عدك لماها ايا وحي كسي بحا ترات تيكو ريسي ملح تويده يوحو قوية رينا كاهين يسربان يهود مجرمية يهود بويا وعور لما يو تقال كيوة اللي نقبدي وينو بابانا من نولين حبرش علو تقال كي يقلوريك ماي هذا ماي هذا إلهي بان دكو داريه حبرش علو تقال كي يقلوريك معنى يدمحوية dhaqaale uma hayno waxba uma hayno marka ayaa buskareynaya in kale ku riixaya dalabadaanin maxay ku cadday wataani iyo taani iyo nik iyo koranka wada socday ayaa u sheegay halkaas la maraya hadaba dagaalka igala wareega yalla wareegay ma dhayber baa la wareegay bali sheega marka waxaan leeyahay war waad aragtaan وادركتها نعنا عدود أنا وادركتها واحد وادر أنا وادركتها معارض كله وميت معارض فيه وميت وين ما كان معارض كي واحد بين تكدل بودان شعب كان الله ضياع ف ومدي أنت ميل دكتاتي بمامل صميسو يلا اسقص بمنك أنت ميل دكتاتي ب غير ولا هو بقى وهي وقاس كي عرف سوى نعكسه وشرف يا كرامة له واحد له إنه هرو واحد له انت هاني ودي هرق ليس فوري اللي مكو ودي هرق ليس خسارتي مركاين ليسو يما دو او لغا تشادو انت هاني انت هاني لا سمت بخيو وي انت هاني ان لا سمت بخيو وي وي دغال وا لما هران وي سدان اي كو سوتو نيمكا كو ودا سدا اي كو ودان دورش لا قبانيا ما جرتو كوميشن كان ولا كلا ديريا سدي ان ريا ريا هي لو كلا ديري هوردي adoogeedin lagu yaqaan horo wax walba ninkani wax walba imika kaarta kale ugu simaqay waxaan isaga dhigo inuu warqada u qoro marka la soo celinay taas sameey commission kala kala diraya inta commission kala hadana dib loo raadinayo oo urrada iyo xisbiga maxamed xasan si galaya waska si fadhay yaa ninkani marka shacabkan la hadlaya mucaarad ma jiro maxaafid ma jiro وجروب وجروب هذي موي بركا يدي خير ما دري يا لدين تالا سيدا كي يلي هيدي يدينك
ayaa idin taala sida ka yeeri lahayd waayo meeshan wax doorasho ka dhacaysa ma jirto ninkani wuxuu doonayaa inuu iska fadhiyo waayo dambiyada uu ku jiro dambiyada laga digeeyoonayo maaha ma garanaysaa dambiyada laga digeeyoonayo markaa ma doonayo haddii imika uu ka taga meesha wala qabsanayaa dee markaa siduu ku fadhiyaba wuxuu doonayaa inuu iska fadhiyo waa ninka mar walba waxidan la imanaya bal maal doraato wuxuu lahaa doorashan qabanaya waa tii loo diyaar garoo bisha dambe waa ninka xanuunsanaya bal ilaahay inaan ku dhaariyo waxa dhegaysanaysa aneega bal mujrimka ahin waa mujrimi muxuu yidhi mujrimka ahin muxuu yidhi isagoo aflagaadaynaya oo wuxuu ku hadlayaa inaan garanay muxuu yidhi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxay ila tahay ujeedadii ay noogu nimid oo ahayd maanta shaqaalaha dowladda oo dhowr kun oo qof barteen waa bilaa macnahiisii inaan kaahin baan raadinaya nacnaadii shole maxkamadaa shaqo kuleh maxkamadaa shaqo kuleh buu kuleeyi ninkaasalaamu calaykum waa korankii weli koran uma baahna mujrim maye mujrim mujrim maye mujrimka siyaasiga ee wadani wuxuu ku eedeeyey komishanka wuu eedeeyey maxkamadda dastuurigaana wuu eedeeyey hadduu wadan yahay iyo hadduu kulmiye yahay iyo hadduu u cid yahay iyo haddii ururadii ayaantii dhaweyto soo baxay la yahay mid waliba wuxuu ku yahay urur guddoomiye wuxuu ku yahay qaynuunka nin xoog ku ah iyo nin inqilaab ku yimi iyo nin cid xoog ku qabsaday midna ma jiro arrintaasi waxa weeye maxkamaddeenna dastuurigiihii xilliyo hore xilligii madaxweyne siilaayo xilligii madaxweyne daahir riyaale waxyaalo fara badan baa la weydiiyey dastuurka maxkamadda dastuurigiihii sharciyan qaynuuniyan dastuurka ayagaa xaq u leh wixii dastuurka tafsiir looga baahday inay sameeyaan anagu xusli baanu nahay bal beenta ilaahay baan ku dhaariyay intaa leeg ka war beenta intaa leeg ee qofku haddaanu ilaahay ka baqayn oo aanu aadmi ka xishoonayn oo aanu waxna u turanayn waxa beenta halkaa isa soo qalladaya maxkamaddu ma agoon bay wax u kala xaqaysaayo u kala dhaxalaysaa ma baloodhay dad isku haystaan waxani wixii baarlamaanku lahaa ee abuurista uu abuurayay ilaa nimanka ururadan uu sheegaya way dhaceen xitay liisankooda wuu dhaco lix biloodoo tambareeru yahay waa weyday bal waxa laynoogu sheekaynaya idinkood soo tuban yaa wax laydinku sheekaynaya waa dhaceen waa expire awel horena mana ahayne tambareeri bay ahayd tambareeri macnaheeda waa qaata liisan tambareeri yaa la siiyey bal nimankii liisanka caadiga haysteena wuxuu ku leeyahy waa sidan iyo sidan waayo ma doonayaan waa waxay ku tashadeen wey waa waxay ku tashadeen marka xawayaankaasoo miidhan ayaa meesha fadhiya oo dhaybar u xidhanya uu aadaa haya oo doonaya inuu been iyo brobagande isla soo qaadqallido meel in ummadani wax baratay oo aarad lagu jiro oo gacantii 18aad ee wax laga dili jiray ay dhammaatay miyaan ogey gacantii 18aad iminka waxay bilaabeen inaynta basaasiin u diraan laascaano ay yidhaahdaan rinjiyeyo al-shabaab wixeedii ku rinjiyey balqoodhiin iyo xeladiin markaas waa caalamkiiyo waad aragtaan waxa caynkan iyo caynkan bal haddee markii laga adkaadee la garaacay ayaa waxa lagu wareegayaa meelaha aynaan garanay nimayahow reerkaasi wuu tashaday wuxuu ka tashadayna waxaa ku shaqaynaysaa waxaa aa weli wadaan yaa laydinkaga cararay intaa dhaanaa ku kala dareerisa waxba yaynaan dadka been u sheegin waxaa dhulbahanta ku tegay waa beenta iyo munaafaqada iyo keligii taliska iyo wax reer ahaanta aa ku walaaqaysaan ayaa laydinkaga dhaqaaqay inta kalena ay ku kala tegaysa been idii sheegi maay waayo waxa nimka meesha jooga waa dhallinyaro waxbaratay waxaasaa lala wareegaya waxaas ayaa lala wareegaya
ولا دونية إن أمضى لقى دعديه بين أمل الله له ملة يشرتو الله قرنين مل الله له ملة يشرتو لقرن ماي ما قرن إسا وحكروا الشيء نكرين كاهين ليه هذا بريه هري هدول اللي في سود دعية إذا مضى نو اللي بصدق هذا بقوله نو وتو سود دعية أيه وحكولي سوماليا كلار كشنات وحسن أنا تقال إيه مخلوق له الدنيا وأنا رد على ماي ما الصومالي دي حتى إيه مربوح بس صوب ريا وحدول فردا أمس أضعون إسا أو حنو عاس ميت مر كلا جوه خطبة وح كان على الصومالية صومالي ورنا ب نقل طلع وأنا سهون وأقول له هون يتعرض دورن إيه مخلوق له الدنيا وأنا رد على ماي ألك سلام ريا الدنيا يا أنا رد على ماي اللي ميلا عشاي باي تاني قد تقال مايا وكي حتى واني كي سود داي إلها إذا ما دخل قواردي تاني ودانا وقواردي دولة قرنكا إذا ما دخل قرنكا سود وي حتى ورق بلو يونن ولو بقول يكم تنن أو بكا أميس توتا ما أنت نوح قولوكو عدلي ميلا يوغين هين ميلا وحلوغو طلاق قرأي هين وحلوغو طلاق قرأي ميلا هين إندي قلقو بصولوغو متلقرين marka imika baleg goj cadde mahduud ba yana yahay game aadi oo aad daawanaysan waxa qalbigeeda kaga dhacay qalbiga maxay idin kaga dhacay marka waxaan leeyahay nimay oo islaamka ah meeshan doorasho ka dhacaysa ma jiray haddii shacab iyo tooso 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 feer walow batasho oo tala guud hal isugu yimaado intaan aniga oran lahaa way taa weli may dhiigimi tubiqleyn uu tubiqleynayaasi niman kan aan arkaa niman wax ka tagaya maaha waxay doonayaan meeshan inay iska farfadhiyaan ilaa iyo inta wadku ugu soo galayo oo ummada ku bayl xasadaan ayay doonayaan marka waxaan leeyahay waad aragteen wax la yiri hala qabto qaadashada oo diiwaangelinta la sameeyo waa la sameeyay كاركي قاتا والله قاتا دور شدي مير سكر ريح وطا بين يا بروغا بغاندو افر يا طبنك افر عشان هاي وانا مانانيا مركي وقف صدري ويقول غوش عداك بحيا بلو ايغينا هدول نفق لا بحبتي وينو ايغينا ينو وينو ايغينا ما انت بشو واتوان ما انت بشو واتوان مركا وينو ايغينا بر وينو ايغينا أفريقيا طبعاً كبش إنه كبحه إيه إن كله مركب واحد مش يا شعب إذا كديان جروب هو الذي دي إن لا سوي ما توايو نمكن عمامنا ستة بين دي شيء ما يو إيه نمكن سياسيين إيه جنع سطرو شعب يو واللي دين هالشيء أنا وراني بوش يا وهر خيال كم ده ولو هالشيء شعب وحلو شيء إنس أف عمامته وصلاتين تيا سياسيين تي يكان حسطتي إن دي جينا الله ميرتو اللي دي كلي إيبيو بل محادت بل لن يرى داسي أي أصعر طاية أي أتاك تاقن تاية نفط وقب حسا كل بيو وعد ما نساني هدي كدو البودة هدي دورش اللي دي قبان وايو أو كدو دان كميشن كالا كالا ديرو إلا هو كالا ديرو يوو نارك ناي وإن شعب يو أكادان وأي ضد سوء إيمان يا ماركو وانوشن وانوشن ما قرنا إسا وانوشن أن ها ألو ها اسك سمعنا كوسع لي you
سلطان مركب كفرية هاي ولي هاي دور رشدي والا قبنا هاي دقال حقال او سليبان قال ولي هاي دك دك باكو ورانا بالخاطب كوش واي والله رجين سادو ما مشايت واي هاي بلا تدقيسة كما تسرق سوغا بل سوغا محكمة دستوري قاية جمهورية الصومالية لحنا أيام أنت قرار كسو صارتي أرتجي أي كوميشن كدرشو إنك غران كسومالي لأنو قد بيهنا محكمة دستوري دالكا تاسيو أي محكمة دستوري كقعد صدهني إنه فسرا شرعي كسيسو ندام ككلو الرئيسين تا أي عيماد درشو إنك غران قرار كأيام أنت سو صارتي محكمة دستوري جمهورية الصومالية لحنا يودا عسكانيسا قضبة شرعي قاية أي أول دولة دهاي محكمة دستوري يا قضبة شرعي ay awood dawladeed commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa wuxuu dhignaa qaraarka ay maxkamaddu soo saartay sida kow waxay maxkamaddu diiday arjiga ku taariikhaysan 4 bisha 7 2023ka ay commissionka doorashooyinka qaranka u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliya aanu maxkamadda dastuuriga u jeedadiisuna ahayd fasiraan sharci laba waxaa la furayaa commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland in ay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka guud ee xeer lambar 19/2020 farqadiisu kowaad saddex qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10/7 ee 2023 qaraarka ay soo saartay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa ku saxeynaa garsoorayaasha kala Aadan Xaaji Cali Ahmed Gudoomiye Maxamed Umar Geelle Xubin Cabdiqaadir Ahmed Maxamuud Xubin Maxamed Faarax Saciid Xubin Cabdiraxmaan Xuseen Aynaan Xubin Yahya Cali Idris حبين عبد الله عبدي آدن حبين عبد الرحمن حسن نور حبين يكال يها سراي محكمة الدستوري قاها جمهورية الصومالية سهرة إسماعيل عبد الله محمد ايق إسماعيل حاشي تلفزيون كبرشو ما قال ده هرقيسة وادركتان دي وادركتان 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 مركاو هن ليه بقاري markii horeba iyaga dhisay dibna way u dhisay markii horeba waxaan rag ba keenay ragii waa jooga iyaga ma la waxa aan reer Soomaaliland fara hadda ma arko gurbadi kusii radi waa tageen tuhu magaalada dhowi magaalada ciidankiisii waa tagay dabdabiskii waa tagay waxay wax beenin kara bixin karayeen oo orde ma xilfoon laakiin kolley inaguna dadka ay masilayaan baynu ka midta ilaahay ha gargaaro horta iyaga kuwa wax bixiyey kuwii wax xoolahooda gubteenba sababiyey maar ma waaleen الله نواد الجار بيشو مركي وربو كبير وفكيري هي الدم ما يلقات كيوي ما يلقات كي أن أول شيء نوى هليسة أن صلى الله كل ويكور غبطة أنا الكيمي غرين ما نار الله أنا الكيمي غرين مركي يعني أكمل سوق نوى هيبتي سيدي يوسف سيدي يوسف قبطين ما ذلك الهوي ما هي كمار الوقتر ود ذلك حالة دي ودك محاك لا صوتا دور شدي محكمة دي بقى لوقت بيه وكميشن كي نتيجة دي واحدة تفسير شرعي نوغا صوب بحية الحالة دي ودك محاك لا صوتا يا رماد وشو هذا دوخ دي دي قال لوا كترة ليه دي قسي ليه دي قبل الله شي ليه دي قبيا لدي قبيا الضوار سي سكرنا مو ناقصي لو حنا اللي دخل الدفاع ده تلكيب الدفاع لبعض لا معي
inaanu leenahay wadadka deegaankooda uga soo baxa.